بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستأنف مع لا غاغل دي فوتبول، يعني قوانين كرة القدم. إذا كما رأينا فيما سبق بأن الهدف من هذه اللعبة هو تسجيل أكبر عدد من الأهداف ضد الخصم. الفريق الذي يسجل أكبر عدد من النقاط هو الذي يعلن فائزا. ثم ذكرنا فيما سبق بأن مساحة الملعب أن تكون محصورة فيما يخص العرض بين 45 متر إلى 90 متر، ثم فيما يخص الطول أن هذه المسافة تكون محصورة بين 90 مترا إلى 120 متر. ثم تكلمنا عن اللاعبين، طبعا قلنا بأن كل فريق يتكون من 11 لاعبة بالإضافة للاعبين الذين هم في الاحتياط. ثم قلنا بأن لكل فريق الحق أثناء المباراة، له الحق في ثلاثة تبديلات، في ثلاثة تغييرات. ثم تكلمنا عن التحكيم لاربيتراج، وقلنا بأن من وظيفة الحاكم أنه يسهر على تطبيق قوانين اللعبة، بما في ذلك طبعا إجازة الأهداف، أنه يقول بأن هذا الهدف جائز أو أنه غير جائز، ثم مراقبة وقت اللعبة. هذا الحكم طبعا يساعده حكمان، هذا الحكم الذي يكون وسط الملعب يساعده حكمان على جنبات الملعب، ثم حكم رابع له مهمة، له دور السهر على مراقبة اللاعبين الذين يتم تبديلهم كلما أراد المدرب ذلك. الآن سنتحدث عن لا ديوغي، يعني المدة. لا ديوغي دان ماتش يعني مدة المقابلة، 90 مينوت، إذن 90 دقيقة. ان ماتش اي كومبوزي دو دو ميتون، المقابلة هي مكونة من نصفي الوقت. نتكلم هنا عن ميتون، هاد ميت تعني نصف، كما نقول مثلا مينوي، هنا عندنا ميتون، يعني كما نقول نصف الوقت. إذا نتكلم هنا عن وقت المقابلة، ثم نتكلم عن نصفه، إذا كما نقول نحن شوط. إذا المقابلة أو المباراة تتكون من شوطين، إذا الماتش اي كومبوزي دو دو ميتون دو 45 مينوت شاكون، من 45 دقيقة لكل واحدة، المقصود لكل شوط. الفريقان يلتقيان في أول الشوط لمدة 45 دقيقة، ثم بعد استراحة تدوم 15 دقيقة يعود الفريقان لإنهاء الشوط الثاني، والذي مدته بدوره 45 دقيقة. إذن دوغي دان ماتش 90 مينوت، ان ماتش اي كومبوزي دو دو ميتون دو 45 مينوت شاكون، المقابلة أو المباراة هي مكونة من شوطين، طبعا عندنا هنا من نصفي الوقت. طبعا عندنا هنا كما نلاحظ، عندنا المقابلة أو المباراة مكونة من نصفي الوقت، إذا نتكلم عن دو ميتون، لو طون هو الوقت، ميتون يعني نصف الوقت. وكما نعلم بأن وقت المباراة هو 90 دقيقة، إذا نصفه هو 45 دقيقة كما نلاحظ. إذا الماتش اي كومبوزي دو دو ميتون دو 45 مينوت شاكون، إذا المقابلة مكونة من شوطين من 45 دقيقة لكل واحدة، شاكون يعني لكل واحدة. سيليا ايغاليتي، إذا كان هناك تساوي، المقصود إذا كان هناك تعادل. سيليا ايغاليتي، نقول مثلا دو فوا دو ايغال كاتخ، إذن اثنان في اثنان تساوي أربعة، إذن نتكلم عن ليغاليتي، إذن التساوي، المقصود هنا التعادل. سيليا ايغاليتي، إذا كان هناك تعادل على فان دي 90 مينوت، في نهاية 90 دقيقة، المقصود هنا إذا انتهت المباراة بالتعادل. إذا كان هناك تساوي في نهاية 90 دقيقة، المقصود في نهاية المقابلة. إذا المقصود إذا كان هناك تعادل، إذا خلصت هذه المباراة، إذا انتهت المباراة بالتعادل.
s'il y a égalité à la fin des 90 minutes, une prolongation de 30 minutes, une prolongation de 30 minutes peut être ajoutée. Une prolongation, تجي من فعل prolonger. Prolonger يعني أنك تمدد. يعني أنك تأخذ شيئا فتمدده. كما تنقولوا احنا بالدارجة أنك تجبد شي حاجة. طبعا الوقت ما غاديش تقدر تجبده ولكن غتقدر تضيف له وقت آخر. إذن هاد 90 دقيقة غنجبدوها، المقصود أننا غنزيدوا ليها وقت آخر. إذا نتكلم عن اون برولونغاسيون بحال تنقولوا تجبيدة. اون برولونغاسيون كما لا نقول تمديدة، المقصود تمديد دو 30 مينوت من 30 دقيقة بتاتخ أجوتي، يمكن أن يكون مضافا. بو عندنا الفيرب بوفوار يعني يمكن، بوفوار يعني أمكن أو استطاع. إذن peut-être ajouter يمكن أن يضاف. إذن في حالة تساوي الفريقين بعد نهاية المباراة نضيف 30 دقيقة كتمديد لهذا الوقت. Si l'égalité persiste. Si l'égalité persiste. إذا التساوي كما نقول هنا أصر. Le verbe persiste المقصود به أصر. نقول عن شخص مثلا il persiste de rester là. يعني أنه يصر على البقاء هنا، يعني أنه تقول لك أنا غنبقى هنا وسأصر على هذا الموقف، يعني أنني سأتشبت بهذا الموقف. إذن هنا نتكلم عن هذا الليغاليتي، يعني هذا التساوي، هذا التعادل، بحال هو اللي مصر باش يبقى، ولكن المقصود أن الفريقان لم يفوز أحدهما على الآخر. سي ليغاليتي بيرسيست يعني المقصود أن التعادل أصر على البقاء، المقصود بأن الفريقان لم يستطع أحدهم الفوز على الآخر. سي ليغاليتي بيرسيست إذا التعادل أصر على البقاء. إن سيونس دو تير أو بوت أليو سي ليغاليتي بيرسيست إذا التعادل أصر، المقصود أنه بقي بين الفريقين. إن سيونس دو تير أو بوت إذا نتكلم عن حصة كما لو نتكلم عن رمي المرمى. إذا تنتكلموا على البيلانتيات كما نقول. إذا إن سيونس دو تيغو بيت إذا نتكلم عن حصة للرمي في المرمى. أليو يعني أنه سيكون لا مكان، المقصود أن ستكون بور دي بارتاجي، بور دي بارتاجي، بور دي بارتاجي لي دو زيكيب، بور دي بارتاجي لي دو زيكيب. إذا للفصل بين الفريقين. لو فيرب دي بارتاجي المقصود به فار سيس ليغاليتي، يعني أنك تعمل على إيقاف التساوي، التعادل، المقصود أنك ترجح كفة جهة على جهة أخرى. أو بيان بريفيري يعني أنك تفضل. طبعا عندما تفضل المقصود أنك ترجح شيئا على أشياء أخرى. أو بيان أربيتري ان ديفيرون اونتر دو كون، او انك تحكم في خلاف بين معسكرين، المقصود بين جانبين. اذا نتكلم عن اربيتري ان ديفيرون اونتر دو كون، اذا المقصود انك تحكم. اربيتري هي تجي من كلمه لاربيتر يعني الحكم، يعني أنك تحكم في خلاف بين معسكرين، بين فريقين، بين جانبين. إذن هذا فعل دي بارتاجي أنه يعني كل هذه الأمور، يعني أنك ترجع كفة جانب على جانب آخر، أو أنك تحكم في مشكلة بين جانبين، وبالتالي فإنك سترجح جهة على جهة أو جانب على جانب. إذن نتكلم عن دي بارتاجي. إذن عندنا في الفقرة pour départager les deux équipes كما لو نقول للفصل بين الفريقين او لترجيح كفة فريق على فريق اخر. اذا سيليا ايغاليتي à la fin des 90 minutes une prolongation de 30 minutes peut être ajoutée. اذا كان هناك تعادل في نهاية 90 دقيقة une prolongation يعني تمديد de 30 minutes لثلاثين دقيقة peut-être ajouté يمكن أن يضاف.
سي ليغاليتي بيرسيست، إذا التعادل استمر رغم إضافتها 30 دقيقة. إن سيونس دو تير أو بوت أليو بور دي بارتاجي لي دو زيكيب. إذا هنا سنحتكم إلى ضربات الجزاء. إذا هنا سنحتكم إلى ضربات الجزاء للفصل بين الفريقين. الآن الفريقان لعبا المباراة لكنهما انتهيا بالتعادل، فأضفنا 30 دقيقة لكي نرى أي الفريقين سيرجح كفته، لكن التعادل بقي بين الفريقين. قلنا بأن ضربات الجزاء هي التي ستفصل في نهاية الأمر، إذن نتكلم هنا عن لو تير أو بيت. إذن كيف ستجرى هاد ضربات الجزاء؟ إذن كيفاش غتعمل هاد ضربات الجزاء اللي غتكون في آخر المباراة بعد ما لعب الفريقان، ثم أنهما انتهيا بالتعادل، ثم بعد التعادل أضفنا 30 دقيقة فباقي هاد الفريقان بالتعادل، غنمشيو لضربات الجزاء، هنا غنمشيو للبيلانتيات. إذن كيفاش غنعملو هاد ضربات الجزاء؟ لو تير أو بيت إل كونسيست، إذن هي تتمثل أفيغ تيغي أن تير أو بيت، إذن هي تتمثل في العمل على أفيغ تيغي إل كونسيست أفيغ تيغي، إذن هي تتمثل في العمل على رمي، رمي ماذا؟ أن تير أو بيت، رمي ضربات المرمى، رمي ضربات المرمى. أسانك تيغي لخمسة، كما نقول رامين، المقصود لخمسة لاعبين. إذن سنختار خمسة لاعبين من كل فريق، سنختار خمسة لاعبين من كل فريق. إذن كل خمسة لاعبين يشكلون ما نسميه تشكيلة، إذن نسميه لا فورماسيون، يعني كما نقول تشكيلة. طبعا كلمة لا فورماسيون عندها معاني أخرى، منها أنها تتعني تشكيلة. إذن عندنا تشكيلة فريق مكونة من خمسة لاعبين، إذن كل خمسة لاعبين سيحاولون رمي الكرة بالمرمى. إذن نتكلم هنا عن لو تير أو بيت، إل كونسيست أفيغ تيغي أن تير أو بيت أسانك تيغوغ. إذن نتكلم عن رمي الضربات المرمى لخمسة لاعبين، هنا عندنا سانك تيغوغ، يعني كما نقول خمسة قاذفين أو خمسة رامين، تجي من فعل تيغي، نتكلم على لو فيرب تيغي يعني فعل رمى، بحال اللي تنقولوا حنا مثلا جوي جوور، جوي يعني فعل لعبة، جوور يعني لاعب، أو مثلا كوغيغ يعني جرى، كوغور كوغور يعني جاري، المقصود متسابق. إذن هنا نتكلم عن سانك تيغور، إذا نتكلم عن خمسة قاذفين، المقصود خمسة لاعبين دو شاك إيكيب من كل فريق. إذا سنختار خمسة لاعبين من كل فريق. لا فورماسيون كيون مارك لو بلوس إي ديكلاري فانكور، لا فورماسيون يعني التشكيلة. طبعا نحن قلنا بأن كل فريق اختار خمسة لاعبين وكون تشكيلته. إذن لا فورماسيون التشكيلة كيون مارك التي تسجل لو بلوس الأكثر، التي تسجل أكثر إي ديكلاري فانكور، تعلن بأنها فائزة. فانكور المقصود بها فائز، تجي من فعل فانكر، تجي من فعل فانكر. لا فورماسيون كيون مارك لو بلوس إي ديكلاري فانكور، إذن التشكيلة التي تسجل أكثر إيداكلاغي، يعني أنها تعلن. تعلن كيف؟ تعلن ماذا؟ إيداكلاغي فانكور، يعني أنها تعلن فائزة. إيسي إيسي وإذا لا باريتي، طبعا باريتي المقصود بها إيغاليتي بارفيت، إذن المقصود بها التعادل. إذن نقول ليغاليتي أو بيان لا باريتي، المقصود التعادل. إيسي وإذا لا باريتي أو سكور، التعادل. كلمة لو سكور المقصود بها نومبر دو بوان أكي باغ شاك إيكيب،
إذا نتكلم عن عدد النقاط التي يمتلكها كل فريق. إذا هنا عندنا سي لا باريتي أو سكور، سي لا باريتي أو سكور. إذا كان التعادل في النقاط دومور، طبعا عندنا لو فيرب دوموري يعني أقام، يعني أن واحد الشخص مثلا يقيم في واحد المكان، المقصود أنه يبقى فيه. إذا هذا التعادل باقي كما نقول في مكانه، لم يتزحزح لا يمنة ولا يسرى، المقصود أن أحد الفريقين لم ينتصر. إذا سي لا باريتي أو سكور دومور، إذا التعادل في النقاط استمر، بمعنى آخر لا سيونس دو تير أو بيت كونتينيو، حصة رمي المرمى. إذا نتكلم عن لا سيونس دو تير أو بيت، إذا نتكلم عن حصة رمي المرمى كونتينيو، يعني أن تستمر وتستأنف. عندنا لو فيرب كونتينيو، عندنا لو فيرب كونتينيو يعني استمر أو استأنف فعلا ما. إذا نتكلم عن حصة رمي المرمى بأن ستستأنف في حالة تعادل الفريقين في النقاط. لا سيونس دو تير او بيت كونتينيو افيك ان نوفو تيرور دو شاك ايكيب. إذا حصة رمي المرمى تستأنف مع لاعب جديد من كل فريق. إذا هنا نلجؤ لاعبين جدد من كل فريق. أنسي وهكذا. أنسي جيسكا سكين فورماسيو بخيل لافونتاج. وهكذا إلى أن تأخذ تشكيلة الامتياز. يعني أن الفريقان من خلال التشكيلتين أنهما يبقيان في منافسة عبر ضربات الجزاء حتى تأخذ إحدى التشكيلات الامتياز، يعني عندما تخسر الأخرى إحدى ضربات الجزاء. Un nouveau tireur de chaque équipe et ainsi jusqu'à ce qu'une formation prenne l'avantage. Et si la parité au score demeure, la séance de tir au but continue avec un nouveau tireur de chaque équipe et ainsi jusqu'à ce qu'une formation prenne l'avantage. Et si la parité au score demeure, la séance de tir au but continue avec un nouveau tireur de chaque équipe et ainsi jusqu'à ce qu'une formation prenne l'avantage. عندنا هنا الفيرب بروندر جوسكا سو كون فورماسيون بخين لافونتاج، الى ان تاخذ تشكيله من التشكيلتين الامتياز. طبعا كما قلنا بان كلمه فورماسيون المقصود بها مثلا اكسيون دو فورمي، اذا نتكلم عن عمليه التكوين. اكسيون دو فورمي، اذا نتكلم عن عمليه تكوين يعني انك تكون اشخاص ما تيكونوش عارفين واحد المجال تيوليو عارفينه. إذن أنت تكون هاد الأشخاص، ومنها مثلا ليديوكاسيون. إذن لافورماسيون المقصود بها أيضا ليديوكاسيون يعني التدريس. أيضا لانستخيكسيون، أيضا كلمة فورماسيون المقصود بها لانستخيكسيون يعني التثقيف. تقريبا هاد المعاني كلها متقاربة، لكن هناك المعنى الذي عندنا في النص وهو كلمة فورماسيون ممكن أن تعني غروبمون دو بيرسون، إذا نتكلم عن تجميعة أشخاص. إذا بما ذكرناه فيما سبق حينما تكلمنا عن تشكيلة من كل فريق، إذا كلمة فورماسيون التي رأينا المقصود بها المعنى الذي عندنا هنا هو غروبمون دو بيرسون، إذا نتكلم عن مجموعة أشخاص. الآن ننتقل إلى لورجو. لورجو تنقول إحنا لورجو، لورجو كما نرى كلمة أور تتعني خارج، أورجو كما نقول خارج اللعب. إليا أورجو، إليا أورجو، يكون هناك أورجو سي لو بالون إت أنفوي، إذا الكرة أرسلت باغ ليكيب كي أتاك. إذا أرسلت الكرة من طرف الفريق الذي يهاجم أن دو سي مومبر، لواحد من أعضائه أو لواحد من عناصره، alors que ce dernier، في حين أن هذا الآخر se trouve، يعني أنه يتواجد derrière l'avant-dernier défenseur، alors que ce dernier se trouve derrière l'avant-dernier défenseur، في حين أن هذا الآخر يتواجد
ديغيير سو تروف ديغيير يعني انه يتواجد خلف خلف من لافون ديغني ديفونسور يعني ما قبل اخر مدافع. باش نفهموا هذه الجمله غنشوفوا التتمه. لو ديغني ديفونسور اخر مدافع في الفريق اي لو غارديان دو بوت اذا هو حارس المرمى. لو ديغني ديفونسور اي لو غارديان دو بوت اذا اخر مدافع طبيعة الحال ديفونسور تجي من فعل ديفوندر. ديفوندر يعني انك تدافع عن شيء. اذا نتكلم على الفيرب ديفوندر ومنها لا ديفونس يعني الدفاع. لو مينيستر دو ديفونس يعني وزير الدفاع. لو ديرني ديفونسور يعني اخر مدافع. اي لو غارديان دو بوت يعني هو حارس المرمى. طبعا هذه مسألة معروفة في كل فريق آخر مدافع عن المرمى هو الحارس. أمام الحارس ممكن نجد مدافعين آخرين من اللاعبين. إذن لنفترض بأن هذا الحارس آخر واحد يكون أمامه مدافع. إذن هذا يسمى لافون ديرني ديفونسور. علاش؟ لأن لو ديرني ديفونسور كما قلنا هو الحارس. إذن لافون ديرني ديفونسور طبعا هناك مدافعين من اللاعبين لا بد وان احدهم سيتواجد في المؤخره يعني امام الحارس. اذا هذا المدافع الذي يبقى في الاخير امام الحارس نسميه لافون ديرني ديفونسور بمعنى اخر ما قبل المدافع الاخير. طبعا المدافع الاخير هو الحارس. اذا ما قبل المدافع الاخير يعني اللاعب المدافع الذي ياتي امام الحارس. اذا هذا اللاعب المدافع الذي يوجد أمام الحارس إذا كان وراءه يعني بينه وبين الحارس. إذا كان بينه وبين الحارس المقصود إذا كان وراءه لاعب من الفريق الخصم ورميت الكرة لهذا اللاعب إذن هنا يكون عندنا ما نسميه لورج. إليا أورج هناك أورج يعني كما نقول خارج اللاعب. سي لو بالون اذا الكره اتونفويي اذا الكره ارسلت باغ ليكيب من طرف الفريق كي اتاك. اذا ارسلت الكره من طرف الفريق المهاجم اذا المقصود الفريق الذي يمتلك الكره عندنا هنا لو فيرب اتاكي. ايليا اورجو سي لو بالون اتونفويي باغ ليكيب كي اتاك. ايليا اورجو هناك اورجو Si le ballon est envoyé par l'équipe qui attaque. إذا الكرة أرسلت عندنا لو فيرب envoyer يعني أرسل. Si le ballon est envoyé إذا الكرة أرسلت par l'équipe qui attaque من طرف الفريق الذي يهاجم المقصود الفريق الذي يمتلك الكرة. إذا أرسل الفريق الذي يمتلك الكرة أه دو سي مومبر إذا أرسل الكرة لواحد من عناصره alors que ce dernier في حين ان هذا الاخر se trouve يعني انه يتواجد derrière يتواجد وراء من l'avant dernier défenseur يعني انه يتواجد خلف اللاعب الذي يتواجد امام الحارس. المقصود اذا كان هذا العنصر الذي سيتلقى الكره خلف اللاعب وامام الحارس امام الحارس وممكن ان يكون ايضا خلف الحارس إذا كان الحارس يخرج عن مرمى. إذن alors que ce dernier se trouve derrière l'avant dernier défenseur. إذا كان هذا العنصر الذي أرسلت له الكرة خلف آخر المدافعين من اللاعبين أو بما نسمي هنا قبل آخر مدافع l'avant dernier défenseur. l'avant dernier défenseur. إذن l'avant dernier défenseur إذن بما نسميه ما قبل آخر مدافع باعتبار أن آخر مدافع هو الحارس. إذن نتكلم عن اللاعب المدافع الذي أمام الحارس. إذا كان هناك عنصر من الفريق المهاجم يتواجد بين الحارس وآخر مدافع أو أنه يكون حتى بعد الحارس في حالة إذا كان الحارس متقدما وتلقى الكرة إذن هنا نتكلم عن لورج. إذن نسميه لورج. بما نسميه نحن باللغة العربية تسلل.
ولكن نتكلم هنا عن اور جو. اور المقصود خارج، جو خارج اللعبة. إذن كما لو نقول بأن هذا اللاعب أو هذا العنصر بأنه خارج قوانين اللعبة أو أنه خارج المكان الذي عليه أن يتواجد به قبل تلقي الكرة. إذن هذه بعض قوانين كرة القدم، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.